الحمد لله منورنا كالعاده الله يخليك. وهستاذنك تعالى نبتدي بسواريش ورؤيتك لاستخدام هذا المدرب والمدير الفني الجديد ورؤيتك كده من خلال متابعتك لرياكشناته وتصريحاته. يعني في ناس لقت ان تصريحاته متزنه الى حد كبير، حضرتك تتفق معاهم ولا ليك راي تاني؟ لا متفق طبعا. هو طبعا الفترات الانتقاليه دايما بيبقى فيها بعض المشاكل، انما الحمد لله الامور ماشيه كويس، قدرنا نوصل فاينل الكاس ونحقق الهدف من المباراه. مستر ريكاردو سواريش، احنا عارفين طبعا اللي كان يعني متداخل مع المسؤولين في النادي الاهلي ومستر مانويل جوزيه، واكيد كلنا ثقه فيه طبعا، والاستعانه بيه في التوقيت ده اعتقد برضو يعني كان قرار صائب تماما، يعني لان مهما كان برضو ما بتيجي انت تدور على ورق وسي في بتاع مدرب بعتقد ما بيبقاش كافي، برضو شخصيته ورؤيته الانطباعات العامه عليه طبعا محتاجه برضو حد قريب منه يقدر يدينا كل المعلومات بشكل امين وشكل جيد. واعتقد الشخصيه الانسب من نفس الجنسيه ونفس البلد مستر مانويل جوزيه، اعتقد كان يعني اختيار موفق طبعا كتر احنا نستعين بيه. هو في المؤتمر الصحفي اتكلم في عده نقاط برضو، وقدم طبعا الجهاز المعاون ليه بشكل تفصيلي كامل مفصل فعلا بالظبط، واتكلم برضو ان هو شاهد 4 مباريات للنادي الاهلي برضو ياخد انطباع طبعا يعني عن الفريق، مهم جدا الواحد ما يجيش على حاجه مجهوله بقدر الامكان، كل ما بيحصل على معلومات اكتر اعتقد ده بيبقى شكله بتبقى يعني اسلوب جيد يعني. وما فيش شك طبعا ان احنا نكرر دور مستر مانويل جوزيه في هذه الامور. اتكلم بعد كده برضو على احنا قلنا على شاف 4 مباريات واتكلم على الجهاز المعاون بشكل كامل، واتكلم برضو على طموحه يعني والخطوات الجايه وان هو عارف النادي الاهلي. طب ده هو ده كلامه، وانا عايز اعرف بس انطباع حضرتك مبدئيا عن اختياره هو شخصيا، رايك ايه، تقييمك ايه؟ انا عارف طبعا ان لسه بدري قوي بس طبعاً. في ساعات بيبقى في كده انطباعات مبدئيه زي ما حصل على فكره مع موسيماني، من اول لحظه حط رجله فيها في النادي الاهلي كان في انطباعات ما متاخده عنه معظمها ايجابي بطبيعه الحال، فهل نفس الامر بيتكرر هنا؟ هو في امور كانت تبدو انها بسيطه بس هي بتدي مؤشرات كويسه برضه. هو العامل الاساسي الاول تدخل مستر مانويل جوزيه في الاختيار، اعتقد ده اهم حاجه في النقطه ديت، لان هو النادي الاهلي طبعا قيد علاقاته كويسه جدا بالمسؤولين في النادي الاهلي، واعتقد هيكون مهتم ان يجيب لنا مدرب على مستوى فني عالي ومستوى مدرب عنده طموح وقادر عن ان هو يستمر بمسيره الناجحه بتاعت النادي الاهلي في الفترات السابقه دي. ف يعني اعتقد التفاصيل الصغيره ديت او النقاط اللي قد تبدو انها بسيطه بس اكيد هي فيها معاني كويسه وفيها يعني اطمئنان وفيها ثقه ان المدرب ده ان شاء الله هيكون له دور كويس جدا في النادي الاهلي. هي ايه النقاط البسيطه اللي هو قالها اللي هو وصلها لنا مستر مانويل جوزيه انه يعني هو عن شخصيته تمام، بس قراءه حضرتك لسواريش نفسه؟ لا احنا شخصيا ما فيش حاجه وصلت بشكل يعني ليه بنسال السؤال ده؟ لان كنا بنقول حتى في بدايه الحلقه البعض بيروح او بيميل في فكره الاختيار للسي في، والواقع عكس كده، لان في مديرين فنيين كتير جدا، انا بتكلم في الكره العالميه كمان مش محليا، بيبقى عندهم سي في رائع ولا اروع كمان، لكن على الارض لا يحققوا المرجو اصلا من استقدامهم في الاول وفي الاخر. فسواريش ربما البعض انتقدوا اول ما تم الاعلان عن اسمه او طرح اسمه، فقال لك طب والسي في بتاعه ما هوش احسن حاجه، قصه كلها سي في ولا قصه كلها شخصيه المدرب وفكره والاستراتيجيه والتكنولوجي اللي بيستخدمه و الى اخره؟ كابتن محمود انت بتشوفها ازاي؟ كل المعلومات دي اللي حضرتك قلتيها في الاخر هو اكيد نقلها يعني مستر مانويل جوزيه. هو طبعا انا مع حضرتك يعني هو السي في مش مقياس للمدرب، بس احنا برضو نرجع للنقطه المهمه يمكن انا كررتها كتير معلش انا اسف، موضوع تدخل مانويل جوزيه اكيد ده هو دي النقطة اللي بتدي ثقة. هو رشح برضو يا كابتن محمود، هو رشح الاسم، هو ما يعني ما عملش أكتر من كده، هو رشح اسم سواريش يعني بس على أساس يعني هو طيب. برضو مش هيرشح بشكل ماشي عشوائي. كويس بس إنما إحنا مش هنقدر بقدر الإمكان زي ما أنتوا، ممكن يكون السي في خادع برضو، ممكن يكون مدرب سي في بتاعه متوسط وده سي في بتاعه عالي، انما برضه لازم ندرس الظروف بتاعت النادي الاهلي وطبيعه النادي الاهلي والاجواء اللي هيشتغل فيها،
كل النقط ديت اكيد برضو زي ما هو ادانا معلومات جيده ومعلومات واضحه على المدير الفني مفيش شك، هو برضو نقل له صوره حقيقيه وصوره واقعيه عن النادي الاهلي وطموحاته وعن جماهيره كمان. نقطه مهمه ان هو حتى تحدث في المؤتمر الصحفي عن النقطه دي تحديدا، قال انا جاي وعلى علم كويس قوي بطبيعه جماهير النادي الاهلي ان هم لا يقبلوا الخساره وبيتاثروا جدا باللعبه حتى الوحشه، فدي تمام. نقطه مهمه ان هو كمان يكون موجود ويبقى حاططها في الحسبان فكره كمان الضغط الكبير جدا اللي بيتعرض ليه اللعيبه والفرقه عندنا، كمان تحدث عنها وفكره ان المدرب ما يقدرش، المدرب اللي مش هيلعب تحت ضغط ده ما يبقاش مدرب اصلا، يعني قال كذا نقطه فعلا تحسب ليه بشكل كبير.